اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد بأن بلغتنا رمضان اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم ادفع عنا الغلا والوبا اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إلهنا وربنا وخالقنا إن بنا وبعبادك في كل مكان من الضيق والشدة واللأوى ما لا يشكى إلا إليك وما لا يعلمه إلا أنت إلهنا ضاقت علينا الأرض بما رحبت ضاقت علينا الأرض بما رحبت ولا ملجأ منك إلا إليك يا صارف كل بلية ويا عالم بكل خفية اللهم اصرف عنا الوباء وجنبنا الداء وقنا من البلاء يا سامع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا تضيع عنده الودائع نستودعك ديننا وإيماننا
وصحتنا وعافيتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا وأحبابنا وقادتنا وولاة أمورنا وأمننا وبلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة، اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا والثبات، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وكن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة، ووفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، وخذ بيدهم في المضائق يا رب السماوات والأرض والخلائق. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا والقائمين على شؤون صحتنا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رأيهم وقو عزائمهم، واحفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، يا قدوس يا سلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه